السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفكرة جديدة. كنتمنى من الفكرة ديال الفيديو ديال نهار اليوم تنال الإعجاب ديالكم. ما غاديش نديرو تنسيق المائدة ولا تزيين المائدة، هادو إن شاء الله غادي يكونوا فيديوهات مجيء، لأنني جاو تساؤلات ولا يعني اقتراحات على كيفاش ممكن نزينو المائدة ديالنا، وحنا بخصوص على أبواب شهر رمضان إن شاء الله غادي نشوفوا أفكار اللي هي سهلة وبسيطة كيفاش ممكن نزينو المائدة الرمضانية ولا المائدة يعني بشكل عام، وبأفكار بسيطة واقتصادية، ماشي شي حاجة اللي هي مكلفة. دونك الفكرة ديال اليوم ان شاء الله غادي تشوفوها معايا الا تبعتوا لا فيديو، فكرة سهلة وبسيطة للمبتدئين والمبتدئات، ونقدروا ناخذوه كمشروع، علاش لا. دونك ما عليكم الا تتبعوا معايا لا فيديو، وخلينا نبداو على بركة الله. بالنسبة للفكرة ديال الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا المفاريش ديال المائدة ولا ديال الطاولة ديالتنا بشكل راقي وانيق، علاش؟ لان غادي ندخلوا فيهم المبرة، وكتعرفوا المبرة كتعطي واحد الفخامة واحد الرقي لاي حاجة صوبنا بها، سواء كانوا كراسة ولا خوامي ولا ديناب، كتجي هذيك المبرة كتجي هماوية. دونك انايا هنايا غادي ندير هاد المفاريش، غادي نديرهم دوبل فاس. اختاريت هاد التويب هذا اللي هو يقطن 100% وزويون في هاد القليبات هادو، ممكن تستعملوه في عيد الحب ولا في اي مناسبة عندكم. هاد التوب خديته ب50 درهم المترو في 2.80 متر في العرض. باغ كونت هذا ديال المبرة بصراحة كان عندي، ماشي شريته، كنبقى ليا من واحد الصالون، قلت علاش لا غادي نستغلو، هو اللي غادي ندير دوبل فاس. في الاول كانت عندي الفكرة بصراحة نصاوب بحال هادو اللي كنا صاوبنا شحال من خطرة، ولكن في التالي قلت صافي هادو عندي راه غادي نغير، باش حتى اللي ما عندوش باش يمشي يقطع العود وهذا ممكن يصوبهم بطريقة أنيقة وزوينة، وكاع المبتدئين ولا أي واحد يقدر يصوبهم. دونك أنايا اختاريت التوبات كيف قلت لكم، من هذاك ديال الفيلور قطعت 6 ديال الدوائر فيهم 40 سنتيمتر في الديامتر، وتا بالنسبة للتوب اللي هو فيه القليبات حتى هويا فصلت منه 6 ديال الدوائر. الطريقة باش فصلتهم هو أنني خديت واحد الصينية عندي دائرية يعني مقادة، هي باش فصلت بها باش تجيني الدائرة ديالتي تجيني مقادة ما تجينيش عوجة، صافي الخيطة تسهل عليا الخدمة وصافي باش غادي دابا نبداو إن شاء الله الخدمة. بالنسبة لهذا الطرف هذا اللي شاط ليا، يا إما أنني نديرو شومان دو تاب، يا إما نديرو الناب. هذيك الساعة من بعد غادي نشوف نخيط بعدا هادو هما اللوالة، ومن بعد نشوف هذيك الساعة أشنو اللي غادي ندير بهذاك الطرف الآخر اللي هو يبقى. اول حاجه اللي غادي ندير غادي نشبر واحد الدائره ديال التوب اللي فيه القليبات مع دائره ديال الفيلوغ، ياك غادي نحط الوجه ديال التوب ديال المبره مع المقابل مع الوجه ديال التوب اللي عندي فيه القليبات، ونشبر بالفنايت. يعني من الاحسن تشبروا الفنايت التوابات مع بعضياتهم باش ما يتزبقوش لكم. باش يكونوا عندنا الدوائر قد قد، باش ملي حيت هادو من بعد حنا غادي نقلبوهم، حتى ملي نبغيو نقلبوهم ما يكونش عندنا واحد الجهه فيها الغلف على واحد الجهه. دونك انا هنايا غادي نبدا ان شاء الله بسم الله. كيف تعودنا دائما لو بوين داغي في الاول. دونك انا غادي نخيط هنايا على بعد تقريبا واحد سنتيم اللي غادي نخلي صاير داير، وغادي نمشي هنا غادي نخلي واحد الفتحه، لان حنايا من بعد غادي نقلبوا الثوب ديالنا. دونك غادي نخلي واحد الفتحه منين غادي نقلبوا، علاش قلت لكم من الاحسن انهم يتشدوا مع بعضياتهم، لان عندنا هنايا الثوب ديال الفيلوغ لا تيكستور ديال الثوب وحدها، وهنايا الثوب ديال القطن حتى هو لا تيكستور ديال الثوب وحدها. هذاك الشيء من الاحسن اننا نشدوا الثوابات مع بعضياتهم، نحاولوا نقادوهم. يقدر يجي واحد التفاوت ديال واحد المليم ولا جوج ديال المليم، ماشي مشكل، لان حنايا ملي كنكونوا كنفصلوا راه كنفصلوا بيدينا، يعني ماشي كنفصلوا بالماكينه، ضروري بالمقص راه تيخلي لك واحد شويه ديال التفاوت. غادي نقلب هادو مع بعضياتهم، نحاول نخرج مزيان هادوك، نخرج يعني الدائره ديالتي نرسمها مزيان. الا عندكم شي حاجه طويله باش تدخلوا عندكم، هنا
وتقدروا ديروا المصلوح باش يعاونكم. انا داكشي اللي غادي ندير دابا، غادي من بعد ندير المصلوح، لان احنا من بعد غادي نجيو هنايا وغادي ندوزو واحد الكتره صير داير على لو سيت ديالي. دونك انايا غادي نكملهم نصلحهم وغادي نرجعوا باش نشوفوا الكتوره كيفاش غادي نديروا وكيفاش غادي نسدوا هذا الفويم هذا اللي حنايا قلبنا منه، باش انا نربح حتى انا شويه الوقت ما نبقاش تنخدم وحده بوحده. ولكن انا باش ما غاديش نطول عليكم لا فيديو، انتم عرفتوا الفكره كيفاش. دونك دائما كنديروا الوجه مع الوجه، تنخليو واحد الفتحه ديال 8 10 سنتيم، وغادي نخيط صير داير وغادي نقلبهم كاملهم وغادي نرجعوا مع بعضياتنا. دونك انا كملتهم هنايا بستة، صلحتهم. دابا غادي ندوزو هذيك الكوتوره اللي حنايا مالفين ديما كنديروها، منها كنسدو هذاك الفوم اللي حنايا خلينا محلول. انا هنايا مشبره بالفنايت، منها كيف قلت لكم تنسدو هذا الفوم هذا، ومنها كتعطينا واحد الخياطه زوينه في الجنب ديال اي حاجه عقلتو درناها في لي تود باغ في لي شومان دو تابل. دونك دائما تجي هذيك الخياطه زوينه. كملت ليسات دو تابل ديالي في الخياطه، باقي نعاود غير نصلحهم ندير لافابور في المصلوح باش تهبط الخياطه مزيان. دونك هنايا كيف قلت لكم تقدروا تصوبوهم دوبل فاس، يعني جهه ديروها التوب اني وجهه ديروها التوب مزوق، ولا ديروا التوب مزوق من جوج جوايج ديروا الاختلاف في الزواقات. قبل ما نختم معكم لا فيديو، عندي فكره لكم مثلا بالنسبه للنساء اللي عزيز عليهم التغيير كل مره وما غاديش نبقاو تمشيو نشري كل مره التوب باش نخيطوا دي سات دو تابل دي شومان هكايا. تقدروا تاخذوا مثلا الى عندكم واحد الخاميه قديمه فيها واحد الثقبه ولا واحد الوسخه، ناب قديم، ايزار قديم، وباقي التوب ديالو صحيح في غير واحد الجهه اللي هي مطاشيه ولا فيها شي شرقه، نقدو ناخذوهم همايا ونديرو لهم اعاده تدوير ونخيطو منهم نخرجو منهم هكايا لي سات دو تابل، اما مستطيلين يا اما دائريين. نقدو نخرجو دي شومان دو تابل، يعني فكره اننا نديرو اعاده تدوير وحنايا كنتحكمو ديك الساعه. حيت كاينين بزاف الناس اللي عزيز عليهم هكايا التغيير، بدل ما غيمشيو يشريو ويصير عند الخياط ويتقاموا عليهم غاليين، نقدو حنايا ديك الساعات نديرو اعاده تدوير شي حويجات اللي هما عندنا في الدار. كنتمنى ان الفكره ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، تنقول لكم السلام عليكم وان شاء الله نشوفوا على خير فيديو جديد وفكره جديده.